مشاهدي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقولون لكل جواد كبوة، والإنسان دائما معرض أن يخطئ، لكن الذي يمسح ذلك الخطأ هو الاعتراف به وتجنبه. والإنسان الذي يقدم للآخرين كل ما بوسعه من مساعدة وخير يلقاه في دنياه وآخرته. فإذا حلت بالإنسان مصيبة ما، يجد من حواليه الأعوان والأصدقاء الذين يهبون لمساعدته إذا كان خيرا معهم وكان يساعدهم، والعكس هو الصحيح. فتعالوا معنا لنرى العم أبو مسامح في ورطة جديدة. الو، مين؟ اسعاف المستشفى المركزي؟ ايوه يا اخوي، انا محمد رحيم. ها؟ بشر يا اخوي. لا تقول كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب والاشعه متى تظهر؟ بكره؟ تكفى يا اخي ارجوك، حال ما تظهر تتصل بي. ها؟ عندك رقم التلفون؟ طيب احب اقول لك، الجماعه الثانيين بشر ايش صار عليهم؟ عساهم سالمين. الحمد لله، شكرا لك يا اخي، الف شكر. طيب مع السلامه، في امان الله. لا تنسى بشر، عسى الموضوع ما في خطوره ان شاء الله. والله الخطر ما زال موجود. والجماعه الثانيين ان شاء الله سالمين؟ الحمد لله، اصابات خفيفه. لا حول ولا قوه. يا أخي أنا ما أدري كيف الشباب، الواحد فيهم بس ما همه إلا أنه يسمع ويسمع الناس الثانين صوت صرير كفراته وزعيق سيارته، وما يحسب لأي خطر حساب، لا ويعتقد بعد كده أنه صار بطل. أخي هذه كلها نتيجة السرعة والتهور. شوف الحين ناس في المستشفى وناس في السجن كلها من السيارات، لا حول ولا قوة إلا والله. المفروض أنه أي واحد من هذولا تسحب رخصته على طول ويعاقب، علشان هو يتعب وغيره يرتدع. يا فعلا هذا اذا كان مع رخصه سواقه. ليش اجل عبد الله ولد ابو مسامح ما مع رخصه سواقه؟ لا بالله ما مع رخصه سواقه، لانه توه صغير ولا بعد بلغ السن القانونيه لاخذ الرخصه. طيب بس ابو مسامح كيف يعطي ولده السياره ويخليه يسوقها بنفسه وهو يعرف انه توه صغير؟ يا رجال السياره ما هي بله. اجل من حقت السياره اللي كانت معه؟ السيارة لأبو مسامح توها مسكين طلعها من الوكالة جديدة وقاصل لها نمرة واستمارة باسمه هو، ما باسم الولد. أبو مسامح مطلع سيارة جديدة ومعطيها ولده يسوقها بهم؟
الموضوع لازم يكون وراه قصة. فعلا الموضوع وراه قصة طويلة. الله يا مشاكل العالم المتحورة ما ندري شنو نتيجته. سيارات أبو ولا مشاكل. عليكم السلام. عليكم السلام. راكم اليوم متجمعين ومخلين مشاكينكم. أبد والله سلامك. شكرا يا أخ فرج. ورا أبو أم سامح اليوم يدور في دكانه، هم ضيعين شيء؟ أجل أنت ما دريت يا فرج. والله تونا نهرج في الموضوع، الأخ محمد عارف القصة لأنه أخو زوجته مسلوم. أفا خير إن شاء الله، عسى ما أجل محمد. والله يا فرج الموضوع ما فيه إن أبو مسامح خطب له بنت صغيرة. أيه؟ على ما سمعت. أيه؟ صح. وإنه شرى لها سيارة جديدة. صح. على أساس يروحها مع الجهاز. أيه؟ قام ولده عبد الله وخذها وحط معه شلة فيها من المدرسة. أيه؟ منها مراهقين وجوا طايرين معها الشوارع. ثم نضرب في رحيم يا أخو زوجتي. ويجي كله فيه عمود كهرباء واضرب فيه. أيه؟ والنتيجة ما يحتاج. ناس مخطورين وناس مجروحين. طيب عبد الله بزر توه صغير وشلون يسوق موته؟ والله ما ادري يا فرج. ومختي يا اخي شرها ما هي عليها، على 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 اللي اعطاها. طبعا شرها على الكبار اللي يعطون البزران يا اخي. ها تحصلهم دحين مسرعين وحالتهم حاله. مشاكل السيارات كلها السرعه هذه هي المشكله. عسى ان شاء الله ما تعور منهم احد واجد ولا سوى. والله بعضهم الحين مجروحين في المستشفى الاول وبعضهم مخطر وخلى على الله بس يا فرج. يا اخي يا ناس والله يعني بزران يعطون السيارات ولا السلام عليكم. مش الأخ محمد بن سعد المفرح الملقب أبو مسامح؟ أنا أبو مسامح خير إن شاء الله يا ولدي. بشرني عسى ما صار على ولدي عبد الله الشيء. لا خير إن شاء الله. تفضل معنا وهذا السؤال إن شاء الله تسأله في القسم. قسم يحسبه قسم الشرطة. وش هو اسمه يا ولدي؟ اسم الشرطة يا أبو مسامح. بس أنا وش أبيني أزين بقسم الشرطة؟ أنت مطلوب للحضور لأن السيارة صادمة سيارتك. بس يا ولد أنا ما بدري عن الموضوع، أنا ما بعرف شجن عن المسحلة، أنا لا بسواق ولا لا بعرف أسوق. معليش تقول هذا إن شاء الله الكلام في القسم، تفضل معنا لو سمحت. هو صادق أبو مسامح، رح مع العسكر للقسم، رح هو صادق. من ذا فرج؟ أي الله اللي جابك يا ولد. وش وش؟ أبيك أجل تروح مع زفوان هالقسم. نشوف وشهم يا ابو. اروح معك ليش اروح معك؟ وباي حق اروح معك؟ وعلشان ايش اروح معك؟ اروح معك اقول ان السياره سيارتي؟ لا يا حبيبي. خبزت يا الرافله وكلي، هذا شغلك انت ودبر نفسك، انا مالي دعوه. رح مع الرقيقير بس، وانا برايح معك ولا حبت الله. أجل تقوى يا حسين وأنا أبوك، قوم معي لما هالقسم نشوف وش أبوك. أنا أروح معك؟ إي والله أنت يا ولاد. أجل أنت يا عبد العزيز وأنا أبوك، سو خير وقوم معي لهالقسم نشوف وش أبوك. أظني يا أبو مسامح ما أنت بلاقي أحد يروح معك. مين رح مع الرقيقين؟ رح تفضل معنا يا أبو مسامح. رح ترنا نسحبك سحب. روح خذ حذائينك، خذ حذائينك. لا تسحبني وأنا بس نعالك. يلا بس نعالك. روح البس نعالك. إيه رح إيه يا فرج ولا أبوك ألا عزل السوق ولا ما جيت سك الدكة. وقل لأم مسامح لا تنساني بالغدا. أي هين هين يا رجال روح بس. يا شمتتي فيك يا أبو مسامح.
يا شمتي خلك سات سات. طيب طيب ان شاء الله. طيب يا اخ صلاح ان شاء الله باذن الله. اقول بس الله يخليك لا تنسى تزهم على الاستاذ علي. ها ها لا لا ان شاء الله. لا لا يا شيخ هذا الاستاذ رجب الحين مسافر الله يسهل له. والله يا شيخ هذا رجل طيب الحقيقه وعلى قد نياته. ها ايوه ايوه قصدك تقول سمنا في دقيقنا. ها طيب ان شاء الله اجي ان شاء الله اجيك ان شاء الله. مع السلامه مع السلامه ان شاء الله مع السلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال تعال حسين. عاوز إيه إن شاء الله؟ يا أبو الوليد إحنا مين لينا دخل في ده الموضوع؟ وبعدين أنت خليك في عملك وأصحابه هو يشوفوا له حل. يا بنت الحلال إحنا السبب. الله كيف إحنا السبب يا أبو الوليد؟ أيوه لأنه ما اشترى السيارة إلا عشان يقدمها هدية إلنا مع الشبكة. لكن احنا هونا قبل ما اشتري السيارة، ليش نكون احنا مسؤولين عن تصرفات عياله كفل الشر؟ والله العظيم عالي. هذا كلام صحيح، لكن لازم تعرفي المشكلة انه احنا من يوم ما تكلمنا مع الراجل واعطيناه موافقة مبدئية، الراجل راح يتصرف، حتى استشارني بلون السيارة. لون السيارة؟ ايوه بلون السيارة. لكن انت بعدها بيوم واحد رحت له وقلت له ان ما في نصيب؟ ليه راح طلع فلوس من البنك وداها لابنه طلع سيارة؟ برضو هذه كل هالحاجات هذه ما راح تقنعني وتخليني اني اوافق معك. يا حول الله. المهم احنا ما لنا شغل ولا تدخل نفسك. يا ستي انت لازم تعرفي انه ابو مسامح هذا صاحبي كتير كتير من قبل موضوع الخطبة. طول عمري انا بروح باجي وبروح عنده بخدمني وبخدمه. لازم تعرف الشيء هذا. طيب يعني على عيني وراسي. لكن انت ناوي تعمل معاه ايه دلوقتي يا ابو الوليد؟ يا ستي ابدا ولا حاجه. بس لازم تعرفي انه كل اصحابه مجتمعين عند الاخ صلاح، عاوزين يشوفوا له شويه مساله فيها خير ان شاء الله عشان يسعوله بالخير، لانه هالحين الراجل موجود بالسجن بالسجن. فاهم ايش؟ المهم ما تكونش انت كبش الفدا زي العاده. لا 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 ان شاء الله. ولا يهمك ولا يهمك. السلام عليكم. مع السلامه. فينك يا اختي؟ وحشتينا وحشتيني قوي. في الحقيقه انا غرقانه قوي وعندي الف مشكله، وخطفت رجلي لعندك لاني مش عارفه بس اقول لك ايه. مش عارفه. قولي يا اختي اللي انت عايزه تقوليه. هو احنا في بنات نفاق؟ قولي عايزه تقولي ايه. الست ام ابراهيم زهمت عليا تليفون في الصباح وطلبت مني حاجه. ها زي عادتها. طيب ما تديها، انت بخلانه عليها ليه؟ ولا رديها بالتي هي احسن. يا ستي مش عايزه تستعير اغراضها دي المره. امال عايزه ايه؟ هي مش هتبطل فصولها دي. عايزه تستلف مني 5000 ريال. ايه 5000 ريال؟ واعتذرت بس ما في فايده. وفي الحقيقه انا ما عندي الا 2000 ريال، فقلت تسلفيني 3 وبعدين هردهم لك. بقى كده يعني افهم من كده ان انت جايه تستلفي فلوس عشان تسلفي ام ابراهيم؟ ايوه، وطلبت مني ان يكون الموضوع في منتهى السريه. انت قلبك طيب قوي زياده عن اللزوم. كيف؟ ما فهمتش قصدك. لاني من قبل 10 دقايق بس اتصلت بيا ام ابراهيم وطلبت مني نفس الطلب، وبعد 5 دقايق حجين ام ابراهيم وحنبحث الموضوع سوا. عجيب، كيف طلبت مني اذا؟ اسمعي يا اختي، يعني احنا اصدقاء العمر، وانا هقول لك على حاجه. انا عندي فلوس لكن مش هد ام ابراهيم. بس هم واقعين في مشكله صعبه قوي. انا عارفه هي محتاجه الفلوس دي ليه، لكن مش هديها علشان تدفع ثمن تصرفها مع الجيران. وبعد 5 دقايق هتكون عندي هنا وهتسمعي انت بودنك انا هقول لها ايه. لا يا ستي انا رايحه، انا ما احبش اسمع كلامها. وان سالتني تاني هعتذر لها. بس
صلاح قال لي من الاول اعتذرنا. طيب يا حبيبتي روحي انت وسيبي لي ام ابراهيم. طيب مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. يا جماعة يا ناس، أنا رجال مشغول وعندي مليون شغلة، وخلوا بمسامح يقعد في ذا الحبس لين يقول بس عشان يدفع حق تصرفات. يا فرج يا فرج يا حبيبي، أبو مسامح رجال عنده فلوس ربنا معطيه، يعني لازم يدفع للجماعة لو ما أتنازلوا. شو إيش الكلام هذا يا فرج؟ اسمع بالله العظيم كلام أبو مسامح، تبغى يدفع أبو مسامح مو بدافع ولا مليم يا شيخ. يا ابن الحلال اسمع أقول لكم، أنا رأيي إنه نتحلى بالصفات الطيبة وما نعامل أبو مسامح زي ما يعملنا يا أخ فرج، وبعدين ترى ما بيننا فرق. والله كلام صريح ورأي طيب، وأنا الحقيقة أنا بقوله العمل الطيب أحسن من البطال. صحيح يا شيخ، بلا بطال بلا كلام فاضي. يا أبو الوليد أنا مكوي منه مليون كوية، خلني أرد لك كوية واحدة بس. إيش الكلام الفاضي؟ هذا الأخ علي قال كلام مظبوط، إنه لازم كلنا نوقف مع أبو مسامح فوق الزنقة هذه، وأنا بصراحة أيد الكلام الأستاذ علي. وبعدين وانا اخوك هذا الوقت ما هو وقت انك تتشمت يا اخ فرج. صح، انت لا تزيد الطين بله، وبعدين العفو عند المقدره وانا اخوك. هذا كلام صحيح، والحقيقه انت يا اخ علي رجل طيب وشهم، وانا من رايي انه احنا نروح شويه كلنا الحين لابو مسامح نسلم عليه ونوسيه. نعم فعلا صحيح. نعم واسيه واسيه، يلا لا يسلم فيه مغز ابره ان شاء الله. يا شيخ حرام عليك، حرام عليك يا فرج. اسمع ايش رايك؟ قول رايي انه نجيب محامي لابو مسامح خاص يقوم بالعمليه كلها. لا بس قبل ما نجيب محامي لازم نستشير أبو مسامح، لأنه يمكن ما يبغى محامي. يا حبيبي أبو مسامح يفضل إنه يقعد في الحبس 100 سنة ولا يدفع قرش. يا فرج يا فرج يا حبيبي، نحن نسوي اللي علينا، هو حر يدفع ما يدفع. صحيح. هو حر الصفر. إذن يا جماعة خلينا إحنا نوزع أعمالنا على كل واحد شيء بتساوي. أيوة. كل واحد يروح لجهة ونسعى له بالخير. صحيح. يعني أنت شو تبي تسوي؟ ما تقدر تسوي شيء، ما أنت بنافع بشيء نبد يا أبو الوليد الله يهديك. أنا ما بنفع يا فرج. ما أنت بنافع لأن الله يسامح. بس لانك شغال الى شعر راسك، ما انت فاضينا ولا لا. صحيح صحيح يا ابو الوليد، انت خليك في شغلك واحنا اذا احتجنا شيء نسهم عليك. طيب تمام ولا لا؟ انا مستعد لك. خلاص اذا اتفقنا، انت صلاح الان تروح للجماعه المضطرين وتحاول. أيوه؟ انك تقنعهم. خلاص تمام ولا لا؟ انا مستعد. وانت اخ فرج كمان تروح البيت ابو مسامح وتحاول انك توكل محامي. خلاص سلام. وانا الان ابغى اروح لابو مسامح في السجن عشان اشوفه، شايفين كيف؟ وإذا انتهينا الموعد عندي في البيت. فلس. اتفقنا؟ اتفقنا. بارك الله فيك. يلا الله أنكم ما شرديتوني عما كنت أنا معلش. سلام عليكم. خير بسيطة يا رجال. زين هلا أبو حميد. وبعدين اقول لك هذه. نعم. يعني في هناك تباين كثير جدا، وباين باللوحه انها كلاسيكيه من النوع الكلاسيكي. انت عارف طبعا انه في عده مدارس. عده مدارس؟ والله ما اعرف. انا عارف انه في عده مدارس طال عمرك. وبعدين في هنا هذه اللوحه ثانيه برضه كلاسيكيه، تلاحظ انه الوانها هادئه، بعدين فيها عمق بعيد جدا، لو تلاحظ هنا في شيء اسمه. بس ارفع اللوحه الثانيه ارفعها. هذه. اسف. هذه طال عمرك، شايف؟ فأي واحد يقول له هناك خطوط قوية في اللوحة نفسها. شوف هنا مجموعة النخيل البعيدة، لو تلاحظ كده تشوف العمق البعيد جدا من خلال مساحات اللون. يا رجال بس اتركها، بس اتركها، المهم انك تسعرها لي هالحين. سعرها وانا ان شاء الله ببذل جهدي ولاني مقصرة ببيعها لك. طيب شكرا طال عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا استاذ محمد. يا هلا، كيف الحال طال عمرك؟ حياك الله. ما شاء الله تبارك الله. بشر اقول لك طال عمرك. بعدين يعني هبشر ابو حميد، عساك ان شاء الله لقيت لك شقه. ابشرك. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب خلنا نشوفك يا ابو حميد الله يهديك، لا تقطعنا عاد مره الله يهديك يا ابو حميد. ها ان شاء الله ان شاء الله. اي خلنا نشوف. اقول لك اقول ابو حميد، اقول ما دريت عن قصه ابو مسامح يا اخ فرج. ارجوك الموضوع ذا ما ابغى ادخل فيه، لاني مالي شغل فيه لا اول ولا اخر. موضوع من النوع ذا ارجوك لا تبحثني فيه بالمره، لاني انا قطعت صلتي نهائيا بالمجتمع ذا كله. مشتاق. اي بس خلاص مشتاق. اقول لك المهم يا اخ محمد، يعني ارجوك رجاء حار انا من عندي بالنسبه لذي، يعني لاني محتاج جدا، ومثل ما قلت لك اني استاجرت شقه في الخدمه. احنا يا ابو حميد ابشر يا استاذ، ولا شكرا. يهمك ولا تكون بفكر ولا يهمك. بس بامان الله. في امان الله. ابشر. في امان الله يا استاذ. مع السلامه. الله أكبر يا دي. إيه الله لنا.
قضاء وقدر. بس أخوك عنده سيارة، ليه روح يطلع مع أصحابه؟ يا ستي كانوا طالعين سوا من المدرسة، وعبد الله بن أبو مسامح معه سيارة جديدة، فركبوا كلهم معه عشان يجربوه، وانت عارفة تصرفات المراهقين. وأكيد سايقين بسرعة فظيعة ومفكرين حالهم راكبين طيارة. الحمد لله اللي الله سلمهم. طب أخوك كيف صار؟ جبسوا له إيده اليمين وصور الأشعة بعد ما طلعت، وتبين إنه راسه سليم. كم قطبة في براسه؟ بظن إنه 11-12 قطبة، بس أنا خايفة على عينه. ليه الطبيب شو قال عنه؟ ما قال إنه فيها شيخ مخدر، بس زرقة ورمانة. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. ورفقاته اللي كانوا معه بالسيارة شو صار فيهم؟ ما فيهم حدا مخدر، مثله وأكتر شوي وأقل. سمعت إنه دعسوا ولد، صحيح؟ الولد اللي بقولوا إنه توفى، بس مش متأكدة. قديه هو كبير؟ شاب من عمره. يا لطيف، شو صاير له عبد الله حتى ما شاف الولد كبير وما شافه قدامه؟ نصيب يا أختي، مكتوب يصير فيهم هيك. يا لطيف، يا رب تنجينا. شو هيدا؟ أنا أول مبارح كل نهار عم أتصل فيكي بالتليفون، ما في حدا بيرد بالبيت. أنا في المستشفى، ما في حدا في البيت. يي شو بدي قلك؟ سمعت إنه أبو مسامح وقفوه، صحيح؟ والله ما بعرف، بس عن إذنك بدي أتصل بالتليفون على المستشفى لأسأل عن ابن جيراننا أحمد. تفضل تفضل. شوفي مين، اعملي معروف. ابراهيم مساء الخير. اهلا سيدة. ازيك؟ كيف الاولاد؟ ان شاء الله بخير. بخير، كلهم بيسلموا عليك ما عدا ابراهيم، مكسوف منك جدا. دخلك طمنيني، ابراهيم صار يغرد؟ يغرد؟ يعني ايه غرد؟ بعد ما شمل البلابل واكلهم انا صار يغرد. يا ستي الحقيقه دي كانت غلطه، بس انا وصلت لك على جوز بلابل يكونوا حلوين قوي، وإن شاء الله بس يوصلهم حجبهم لك على طول. ولو بسيطة يا أم إبراهيم، ما في شي بيحرز، كلهم على حسابك. يا ستي متشكرين. على فكرة إزاي أخوكي؟ يا دوب إبراهيم عمال يكلمني على موضوع الصدمة والسيارة واللي تكسروا، إن شاء الله تكون بسيطة. بسيطة الحمد لله. الحمد لله. يا يشكري ربك إنه ابنك ما كان معه. آه والله الحمد لله، ما هو من ضمن الشلة. نصيبهم يا أختي نصيبهم. بس الحقيقة اللي أنا بستغرب له إن أبو مسامح يشتري سيارة وايه جديدة ويعطيها لابنه عبد الله علشان يسوقها. يا ستي ابو مسامح رح يبقى ابو مسامح، مش رح يتغير ابدا. اكيد اكيد لازم يكون في شيء ورا مشتريات السيارة. قصدك جوازة جديدة؟ جوازة جديدة. اه دلوقتي بس انا اللي عرفت. انتوا ما عندكمش خبر ولا ايه؟ خبر شو؟ ايه دي الحارة كلها عارفة. اي حارة؟ حارتك جديدة أو حارتنا نحنا؟ يا ستي حارتي وحارتك وكلهم مع بعضيهم. بيظهر وش العروسة ده هوت، ما هو قد كده قوي عليه. لا تظلمي الجماعة، القصة كلها هي حكي بحكي. بس أنا عارفة إن أبو الوليد عطل له كلمة وهو موافق، وأبو مسامح اشترى السيارة دي مخصوص علشان يقدمها مع الشبكة هدية. ما شاء الله ما شاء الله، ام ابراهيم عارفه القصه كلها من اولها لاخرها، وعارفه كمان ان ام الوليد ما هيش قبل الجوازه دي، وفضلت ورا ابو الوليد علشان يرفض الجوازه كلها اساسا. ولو شو هيدا الموضوع كلياته حكي بحكي، مش عارفه انهم بطلوا من جمعتين. بس انت عارفه ان ابو مسامح لسه عنده عشم، وعارفه الفلوس بتعمل ايه، وما تنسيش كمان ان ابو الوليد راجل طماع. يا ستي أنا رأيي من رأي هدى يا أم إبراهيم، وأنتي بتحبي شوي تحكي عن قصص الناس وعم تظلم الجماعة، وهيدا حرام. أعوذ بالله، أنا برضو بحب أجيب سيرة الناس؟ طب والله أنا ما أحب أجيب سيرة الناس، بس أنتوا فتحتوا الموضوع وخلتوني أتكلم عن الجوازة وأقول لكم اللي أنا سمعته. على كل حال ده أنا كنت رايحة عند أم الوليد لأن كنت عايزاها في موضوع يخصني، فقلت أفوت أسأل على أخوكي. خير إن شاء الله. والله أصل الحقيقة إحنا كده يعني مزنوقين حبتين، وماليش إلا أم الوليد والصديق عند الضيق. إيه
معك حق يا أم إبراهيم، الصديق عنده الضيق، والحقيقة أنت بتنخدمي. شكراً شكراً شكراً. وعشان كده أنا هحكي لك الموضوع من أوله لما الآخر وباختصار. أصله أنا. ها؟ أنا فرج. من أنا؟ فرج فرج، أنا فرج. وشو؟ أنا فرج خوي أبو مسامح من 10 سنين، عرفتيني؟ فرج وش؟ ما أدري وش أنت تقول يا ابن الحلال، ارفع صوتك شوي. ماذا العجوز البلشة؟ أنا فرج. فرج؟ إيه. قصيرنا. إيه قصيركم. يا هلا. شكرا. الله يديم فضلك يا ام مسامح. الله يطول عمرك. اقول احنا يا طويله العمر نبي نجيب لنا محامي علشان يشوف معامله ابو مسامح ويخلصها. طالي ابو مسامح رجلت ابو عيالت. وش ابو عيالت؟ نبي نظهره من الحبس ونبي نشوف لنا محامي، نوكل محامي علشان يسعاله في المعامله حقته. حرامي يا ربي. ولا ويدين وظهنا. انا بسمع بالخير، ارفع صوتك شوي. وش تبين عاد اشكل من كذا الله يحييك؟ اقول ابو مسامح نبي نوكل لنا محامي علشان يشوف معاملته ويطلعه من الحبس. حرامي. ابو مسامح بيطلعه من الحبس، ايش بلا سمتي؟ ابو مسامح وش فيه؟ نبي نظهره من الحبس، بنشوف لنا محامي. هو محبوس؟ اي. عسى ما يطلع ان شاء الله. افا؟ وش الليبو؟ وش الليبو؟ اي وش ترينا سوي انا بعد؟ حنا نبغى طال عمرك تعطينا قروش علشان نطلعه من الحبس، نجيب لنا محامي يسعى في معاملته ونطلعه من الحبس. قروش تحليكاته ان شاء الله. افا؟ يا ولد وهالحلم. جاب لي قروش مني أنا علشان يطلع من الحبس. إيه إيه. وشون هالقروش؟ علشان المحامي. اللي هالجلوس. إيه اللي عشان نصلح معاملته ونطلعه. أشكو ربنا. يعني أم مسامح هالحين يذكر فضل مسامح. أم مسامح. اللي يطلع وسلمك الله زوجته هالجديدة اللي تو أخذه. يا بنت. ومن اللي يطلع؟ يا بنت الحلال ما بعد اعرس. يا بنت الحلال يكذبون عليه الناس، ما بعد اعرس. الا ما عرس واخساره وقت شبابه يرحمه. صابرت على خيره وصابرت على شره واخرتها يوم انه راح شبابي وراح كل شيء. والحين طال عمري 40 سنه يقول تعال طالعين. يا او اسمعي انت، اسمعي شو بقول. وش تقول؟ قلقك وقلبك ان شاء الله. ما تبينه يظهر من الحبس؟ لا ما بيطلع ولا يبقى يطلع بدخله. يا بنت الحلال هذا ابو عيالك، هذا ابو مسامح ابو عبد الله الله يهديك. انا ما علي ولا يضرب الولد ولا اللي دخل بشتغل دخله ولا علي من كفارس الدين. وش دخلني يا لم عمري؟ انا ما علي. انا الله اكبر. عيني يذكر ام مسامح. الله لا يسامحك ان شاء الله. تفضل. مساك الله بالخير يا حبيبي. اهلا. كيف الحال؟ حياك الله يا محمد. اهلا وسهلا. الله يخليك. حياك الله يا محمد. الله يبيك. تفضل. شكرا. حياك الله. كيف الصحه؟ اهلا وسهلا. والله في الحقيقه انا ما ابغى ازعجك عن عملك، انما جيتك في مساله بسيطه وارجوك انك تساعدني فيها. ابدا يا اخ محمد، وكل سرور. احنا ما جلسنا هنا الا لخدمه كل اخواننا المواطنين في كل ما نستطيع أن نساعدهم فيه في حدود النظام والتعليمات. الله يشكر مساعيكم الطيبة. أهلا وسهلا. أهلا بك. والله الموضوع اللي جاي أتكلم عنه أنا موضوع خير إن شاء الله. إيش الموضوع؟ إن شاء الله موضوع يتعلق بأبو مسامح. فعلا والله موضوع أبو مسامح. خير إن شاء الله. طيب في عندك أوراق رسمية علشان الموضوع؟ لا والله في الحقيقة أنا جاي بصفة شخصية. لأنه
أقاربه ومعارفه في الحارة وفي القرابين ومنهم أنا يعني اجتمعوا وقرروا مساعدة أبو مسامح، واعتبار اللي حصل يعني قضاء وقدر، وانت طبعا عارف انه المساعدة طيبة بالنسبة لهم. هذا كل ما في الأمر شيء جميل، بس أنا ملاحظ يا أخي محمد انه سمعة أبو مسامح مع عائلته مع أقاربه ومعارفه سمعة سيئة جدا، وهذا اللي خلى وانا أخوه كل أصحابه وأقاربه يتهربون من مساعدته. يا سيدي الأولين يقولون سو خير وارمي في البحر، هذا صحيح. وبعدين إذا حنا بنعامل أبو مسامح زي ما يعاملنا وين حننتهي؟ تصور لو نعامله زي ما يعاملنا ما لقى واحد من قرابينه أو من معارفه يوقف على بابه، كنا نقول يعني مشيها ونرفع مستواه شوي خليه يوصل للمستوى الطيب، وإن شاء الله أني ربنا ما مضيع عملنا، يعني هذا كل ما في الأمر، هذا اللي جايك على شأنه إن شاء الله. بيض الله وجهك يا أخ محمد، الحقيقة هذا شيء تشكر عليه وتقدر تشوف أبو مسامح الحين، وحنا إن شاء الله نبغى نرسل أوراقه بكرة للمحكمة علشان تنظر فيها إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا يا حضرة الملازمة، الله يبارك، حياك الله، شكرا يا أهلا بك، مع السلامة. هذا اللي قدرنا عليه وسويناه يا أبو مسامح. الحقيقة يا ولدي ما قصرتوا يا علي، وتصدق أني طلبت من فرج اللي يجي معي القسم الشرطة وعيش، ولو بالحالة يا علي كل الجيران اللي حوالي منه ومنه كلهم عيب لبون اطلبك. وانت مستغرب تصرفهم هذا يا ابو مسامح؟ اي بالله مستغرب، وراي ما استغرب يا علي، الا ما استغربت منهم، منين استغرب؟ لا لازم ما تستغرب يا ابو مسامح، لان اللي يزرع الشيء يحصده يا ابو مسامح، وانت لو انك مسلفهم الطيب كان ما تخلوا عنك بهالسهولة يا ابو مسامح. بس وش يذكرون من وراك يا ابو مسامح؟ وش يذكرون من وراك؟ علمني، قل لي يا ابو مسامح. يا ولدي الله يهديك، غصب عليك مو بيدي، هذا شيء ما اقدر عليه انا. طبعا لانك تعودت على كذا، نشأت على كذا يا ابو مسامح، ما تقدر تحيد عن كذا ابدا يا ابو مسامح. لا خلاص يا علي خلاص، من اليوم ورايح أبا صير طيب مع الناس كلهم، أبا عاملهم كلهم معاملة طيبة، وعهدك عهد يا علي، أعهدك عهد أني أصير طيب معهم كلهم. قل لي يا ولدي طلعني من هالألفية، طلعني الله يا الله يطلعك من الشر. أيه على كل حال الأخ فرج اتفقنا حنا وياه أنه يوكل محامي، وإن شاء الله ما يكون إلا خير يا مسامح. محامي؟ طبعا محامي، عشان يعقب لك على المعاملة ويخلصها بسرعة. بس لا تنسى يا ابو مسامح انك تبغى تدفع الأجرة في النهاية. تدفع لي؟ انا ادفع لك؟ وش انت تقول؟ انت تدفع أجرة المحامي يا ابو مسامح في النهاية. قبل ما لا بدافع شيء الا بدفع، بدفع اللي تبغونه ولدي علي، بس الله يرضى عليك طلعوني من هالي الصفة، من هالي أنا فيه ولدي. طيب السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير يا ابو مسامح. الله يمسك بالخير يا ولدي محمد. محمد يا هلا وسهلا يا هلا ولدي، سو خير يا ولدي، امزعلي امزعلي وطلعوني من هالي أنا فيه. طيب بس لا تبكي يا ابو مسامح، لا تبكي. والله ما ابكي يا غيري، والله ما ابكي ولا على هالشوفه، الا خلوني ابكي واصيح صياح. يا ابو مسامح صار ينطبق عليك المثل. مثل؟ وش مثله يا محمد؟ المثل اللي يقول. هل عرفتم المثل؟ اظنه واضح، والجدير بالملاحظه أن بعض الإخوة المشاهدين أرسلوا لنا مجموعة من الحلول للأمثلة التي شاهدوها وعرفوها، والمطلوب من الجميع التريث إلى نهاية المسلسل في الحلقة 17، ويرسلون كل الأمثلة دفعة واحدة ومرقمة.
من المثل الأول حتى المثل الأخير، وعدد الجوائز 10، وكل جائزة 1000 ريال. كما نرجو توضيح الاسم الثلاثي والعنوان الكامل. أيها المشاهدون الكرام، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.